من مدينة كوفنتري البريطانية ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي مرحبا بك. ما المعلومات المتوفرة أو التفاصيل حول هذه الهجمة؟ نعم، قبل التفاصيل عن حول هذه الهجمات، مبروك لأبناء الشعب السوري الحكم الذي صدر اليوم في ألمانيا بحق مرتكب انتهاكات، بحق الذين ساروا الديمقراطية. ولكن أعود إلى ما جرى في هذه الغارات. 92 غارة من الطائرات الحربية الروسية قتلت 10 عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية. أي نعيد ونذكر بأن هناك عملية استنزاف لروسيا من قبل التنظيم. لكن ماذا قتل التنظيم؟ قتل التنظيم 9 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في البادية المترامية الأطراف. اليوم كان هناك هجمات جديدة للتنظيم، لكن أيضا التنظيم قام بعملية خطف جنود من عناصر قوات النظام في البادية السورية. أعتقد بأن البادية السورية تستنزف الطائرات الروسية من جهة، ومن جهة أخرى تقوم بابتلاع المزيد من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها. ولكن دعني أقول لك بأن البادية السورية يوجد فيها 10 الحواجز من عناصر الميليشيا الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، سواء كانوا من الجنسية السورية أو جنسيات غير سورية. لماذا الهجمات من قبل التنظيم تكون خجولة على الميليشيات الموالية لإيران، بينما الهجمات تتركز من قبل التنظيم على قوات النظام والميليشيات الموالية لروسيا، سواء كان في بادية حماة أو بادية حماس أو بادية الرقة أو حلب؟ الأمر يحتاج إلى كثير من التفسير. ولماذا إيران فقط لا تهاجم التنظيم وتقوم بتعزيز قواتها عند ضفاف الفرات الغربية أو ما يعرف بتأمين طريق طهران بيروت؟ ونشاهد بأن الميليشيات الإيرانية تسيطر بشبه كامل على مناطق الحدود مع العراق في هذه المنطقة، وأيضا مناطق الحدود مع لبنان. أعتقد بأن هناك تواطؤ ما بين تنظيم الدولة الإسلامية والميليشيات الموالية لإيران. أين تتركز الآن جماعات داعش أو عناصر داعش، وهل من دلالات لاستهداف هذه المناطق تحديدا في هذه الهجمات سيد رام؟ عملية نعم بشكل قطعي. هناك الطرقات، يعني قلت أنا خلال النشرات السابقة بأن التنظيم يقوم على عملية اصطياد الفريسة، عملية ترصد قوات النظام، ميليشيات قوات النظام على طرقات البادية. يعني لا روسيا ولا نظام بشار الأسد ولا أي جهة في العالم تستطيع الحفاظ على هذه البادية، لأن البادية هي مترامية الأطراف، كانت سابقا يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية عليها. لكن دعني أقول لك بأن هذه البادية تشكل نحو نصف مساحة الأراضي السورية، ويتواجد فيها آلاف العناصر من تنظيم الدولة الإسلامية. شكرا جزيلا لك. من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.